في إطار دعمي وتأييدي المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر الخامس بمحافظة الفيوم بالتزامن مع محافظة الأسكندرية، مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية. الفيوم النهاردة بتدي رسالة للسيد الرئيس السيسي، احنا وراك في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر، وبإذن الله هتعدي بينا زي ما عدت بينا قبل كده. حاجة كده محترمة وحاجة بتلين بينا مصر وكل تدعيمنا للست والتحالف الوطني ست الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده بيدينا استقرار لبلدنا. والحمد لله أنا شايف كل مدى احنا الحمد لله خطواتنا بتزيد ونجاح البلد بيزيد. اللي حصل النهاردة هو تأكيد لدرجة الوعي لدى الشعب المصري عامة وفي الفيوم خاصة لدعم السيد الرئيس، وهي توعية نابعة من القلب. المؤتمر شهد حضور العديد من آلاف المواطنين وعدد من قادة الرأي بالمحافظة، وتم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة، وكذلك حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة. في حالة اصطفاف غير طبيعية، في رغبة جامحة لدى جموع المواطنين في ان هم يخرجوا لصناديق الانتخابات. انت شايف الاعداد دي، بص بره الاعداد قد ايه، ضعف اللي موجود هنا، مفيش اماكن يعني، ولسه في ناس تاني جايه، لسه بيكلمونا اتوبيسات وعربيات جايه، يعني عارف احنا ما كناش متخيلين ما شاء الله الاقبال ده. الحمد لله في تأييد واسع لسيادة الرئيس، وكل الناس فهمت الوضع وكل الناس بتأييد الرئيس وفي قراراته. انجازات ومشروعات تمت على كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك على مدار 10 سنوات مضت كانت دافعا قويا لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة.